بسم الله الرحمن الرحيم. في مش مقابلة اليوم اللي جوا الحدوقة وش عندهم؟ قلت لك ما عندناش بزاف وين بروجور، كنا ستاج وجينا لعبنا ديريكت. جوا لعبتهم صحاحة وش عندهم، وان شاء الله مازال باقي دو ماتش، ان شاء الله نسيو كيفاه، نشوفوا كيفاه المقابلة الجاية باش نحطوا كامل وش عندنا باش ان شاء الله نتكاليفوا ان شاء الله. مشكلة غانا ورا شكون يخص بطل؟ قلت لك بلي احنا الجوار ما عندناش بزاف، احنا ملي حضرنا وما عندناش بلي بزاف ملي درنا لي ستاج كيف الجوار ماشي متوافقين بعضهم. اول مقابله لينا حطوا واش عندهم، داروا لي عليهم ما بغاش تدخل لابال، وان شاء الله مازال باقي لي زوم ماتش. النتيجه تاع اليوم نقولوا كانت باينه من الاول راح تكون نتيجه، احنا ما وجدناش بزاف في التربصات ودرنا اللي علينا، نظن درنا اللي علينا وجات في التعادل. ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله نزيدوا نقدموا اكثر وان شاء الله باش نفوز. نعم، خاصنا نكونوا شويه افيكاس برك في لي بال توال هادو، كانوا شويه لي زاتاكون خاصهم يكونوا افيكاس، سينو كامل لي جوار داروا اللي عليهم، وان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله نزيدوا نقدموا اكثر ان شاء الله. تبارك هما المنتخب السوداني وحنا المنتخب الجزائري، يعني كما موجودين هما حنا ثاني انا موجودين، ام حنا كامل لي جوار تاعنا في المستوى. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نزيدوا نخدموا، نزيدوا ندوا النصائح مع لي زونترينور تاعنا ان شاء الله باش نكونوا قد هذه المسؤوليه ان شاء الله ونجيبوا المباراه ان شاء الله باذن الله. النتيجه تاع اليوم بالنسبه لي انا كانت نورمال، باسكو ما عندناش بزاف اللي بدينا نبريباريو كيف كيف، راك تعرف كاين دي جوار اللي لحقوا روطار الستاج هذا. الحمد لله انا بالنسبه لي صحابي اللي جوار دخلوا داروا اللي عليهم، لعبنا بون ماتش، سي فري عطينا دو زاكسيون ديبي دو ماتش، مي الحمد لله كتبها ربي، ان شاء الله البروشان ماتش نعاودوا واش قلب علينا. الماتش الجاي راح يكون اصعب المنتخب السوداني اللي فاز، ان شاء الله نحضروا المباراه كما ينبغي، ان شاء الله نزيدوا نسديوا الجروب تاعنا مليح، نزيدوا نخدموا تاكتيكمون مليح، واللي جابها ربي مرحبا بها ان شاء الله. مدينه عنبه معروفه بالشيء هذا ما يخفاش عليك، الانصار داروا اللي عليهم اليوم الحمد لله يا ربي، ونقول لهم انا يزيدوا يحضروا بقوه الماتش الجايين وبارك الله فيكم. الانطلاقه تاع الدوره كانت بتعادل ضد عمان، واش تعليقك على المقابله اليوم؟ كيفاش شفتها؟ واش كان يفوز الفريق الوطني باش يحقق الصعود؟ يعني والله البدايه في البطولات كما هذه دائما تكون صعيبه، خاصه الفريق المنظم، كنا ننتظروا هذه الصعوبه تاع خاصه في الشوط الاول، ثم تعنوا على درايه بنقص التحضير تاع الفريق، كنا خايفين نقص الانسجام، لكن هذا ظهر جليا في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني اللاعبين تحروا ولعبوا الكره تاعهم، فرحوا رواحهم، كانت عندنا فرص ممكن بالفوز، ولكن كي نشوف الخصم ظننا ان التعادل ايجابي منطقي، وعندنا احنا دروك ثلاث ايام لتحضير المقابله الثانيه ان شاء الله. شنو اللي يعمل صعب المنافسه اليوم؟ اليوم المنتخب كي نقولوا احنا الفوز كما نقولوا ربحنا النقطه، خاصه الفرصه الاخيره تاع عمان وين الحارس كان حقيقة رائع. كان راح يكون أصعب المنافسة اليوم في الزوج الهدية، يعني كيف تحضرونها؟ يعني الحوايج اللي يعني دروك حتى اللاعبين كانوا شوية تحت ضغط كبير ومش متعودين، لأول مرة راهم يحضروا يكونوا كيف أونسومبل. افيك دو زونترينمون ما كناش قادرين نمدوا اكثر، ان شاء الله في هذه المقابله يزيدوا يثقوا اكثر في الامكانيات نتاعهم، وحنا نحاولوا ان شاء الله نزيدوا نشجعوهم باش يكون الاداء نتاعهم اكثر ايجابي في المقابلات المتبقيه. على اساس الصحفيه تقدر يلعبوا بدون قاعده، لكن اليوم شفنا شويه كاين ارتباك وعاد نقص المباراه، كان المباراه يعني كانت ناقصه. ممكن تشوف احنا دائما نقولوا نحاولوا، ولكن اللاعب نفسيا دائما عنده
الخوف باش ما يديرش مقابله باش والشيء اللي زاد ممكن عقدنا الامور هو البطاقه الاولى في دونك اللاعبين كما كنا نقولوا كانوا متخوفين من الاخطاء وزيد لاول مره يلعبوا كيف التنسيق لاكويزيون بين بعض اللاعبين خاصه في وسط الميدان كانت ناقصه ولكن في الشوط الثاني صححنا بعض التموقع تاع اللاعبين ونظن ان اليوم الشوط الثاني هو يكون بالنسبه للاعبين هو كمرجع لتحضير المقابلات المتبقيه. كيف رايت عدم نقص الفعاليه في التهديف؟ يعني والله عندنا اللاعبين اللي كانوا اللي حضروا لنا نخدموا بهم ما ننساوش بان الفريق العماني خارج من دوره وراه في التحضير منذ مده وعندهم لي زيميناتوار تاع الالعاب الاسيويه دونك سي ليكيب راهي مبنيه ماشي كيما حنايا سي ليكيب طلعناها بين عشيه وضحاها. بالك هو خلاص يجي الهدف لكن لاعاده التسجيل ما كانش خطا على الحارس يعني اشكو تشوف ان الحكم شويه اثر عليه مع حقيقه الحكم اثر شويه على المعنويات تاع اللاعبين وتنرفزوا كثير وانا حاولنا انا نقول ما لهم بلي ما لازمش الحكم خلوه بجيه لعبوا الكره نتاعكم كانت ممكن عندنا جوج دو بيناتي ممكن ليهم ثاني كانت عندهم ممكن بيناتي لازم نشوفها قبل في ال واش نقول نفس المستخلص من مباراة اليوم انت لقى في الغد نقطة ما فهمتش انا جاني الخطا في جوج مقابلات كيف تشوف حظوظ المنتخب في هذا الدور الاول باش يعني احنا الحظوظ قائمه لكل الفرق اربعه فرق عند ممكن السودان عندها شويه تفوق كي فازت اليوم هذا ما معناتهاش باللي راح تفوز بالمقابلات دونك المقابله ما تلعبتش لازم واحد يحضر لها اكثر تحضير احنا البلوز امبورتون سي لا ريكوبيراسيون ولي جوار يكونوا من الجانب النفسي جاهزين لو 5 جوي ان شاء الله عيد استقلال الجزائر ان شاء الله تكون الفرحه ان شاء الله شكرا لكم.